دخلت ميليشيا الجولاني إلى عفرين، وتراجعت ميليشيات الفيلق الثالث إلى الخلف. ومع عمليات الكر والفر والتقدم والانسحاب، كان هناك من يتألم بصمت، فئة من الفريق الرابح وأخرى من المهزوم. قادة المنطقة كانوا أكبر الخاسرين، فخسروا الآلاف من الدولارات، ليس بسبب مصاريف الاشتباك والذخائر، بل لخسارتهم استثماراتهم في الزيتون والحطب، والذي قبضوا أثمانه مسبقاً مقابل تضمينه. فمن هم ضمانة الحطب والزيتون الذين خسروا استثماراتهم؟ الشيخ جمعة، جمعة الجبلي، أو ما يعرف بالشيخ جمعة، قائد مركزيات ميليشيا الجبهة الشامية، ومنشار معبطلي، الذي قطع وباع الآلاف من أشجار الزيتون بالتشبيح على أصحابها، ومؤخراً أعطى ضمان الزيت والزيتون في أراضي قطاعه لأحد المقربين منه مقابل 100,000 دولار أمريكي. أبو وليد العزة، القيادي في ميليشيا السلطان مراد، الذي تكفل بضمان الزيتون في المنطقة الخاضعة لسيطرته في عفرين حتى لا يتعب المدنيون أنفسهم بها، وتقاضى مقابله 80,000 دولار بعد إعطائه لأحد التجار المتعاونين معه في ناحية بلبل. أبو جابر حمزات، القيادي في ميليشيا فرقة الحمزة، متعهد الزيتون والتحطيب، حصل على ما يقارب 100,000 دولار من تضمينه للزيت والأشجار للتحطيب بعد انتهاء المحصول في مناطق سيطرته بالباسوطة وكوكبه، إضافة إلى عمله الآخر في تهريب البشر من مناطق سيطرة ميليشيا أسد في نبل والزهراء إلى عفرين. ومع تغير المعادلة على الأرض وانسحاب ميليشيا الجولاني المفترض بتدخل تركي، تركت الأراضي المنهوبة في عفرين، فهل ستعود لأصحابها أم لسارقيها؟ ولكن ماذا لو بقيت ميليشيا الجولاني في المنطقة، وخاصة مع شهرتها بأنها أكبر متعهدي الزيتون في إدلب؟